فوضى عارمة في علامات التوثيق الزرقاء تسببت بها منصة تويتر منذ أن بدأت تطبيق قرارها بإزالة العلامة عن كل من يرفض الدفع مقابل منح تلك الإشارة التي لطالما كان الحصول عليها متعبا لمن يدفع بعض الدولارات، بينما لم يكن بمقدور أي شخص كان الحصول عليها قبل استحواذ إيلون ماسك عليها. وبعد تطبيق القرار بات يصعب التفريق بين الحسابات القديمة الموثقة لشخصيات عامة مثل باراك أوباما وحسابات التوثيق المدفوعة شهريا، وبالتالي قلل القرار من قيمة تلك العلامة وفقا لخبراء بمنصات التواصل الاجتماعي. بالمقابل أعلن الكثير من الشخصيات الشهيرة ومنهم نجم كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس وصحيفة نيويورك تايمز أنهم لن يدفعوا اشتراكا مقابل تحويل علامة الطائر على صفحتهم من اللون الأبيض إلى اللون الأزرق. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.